في أسيوط ومع الزميل والأخ العزيز الفاضل معايا محافظ عصام بيسعد، ويعني سعيدة دايما بالشراكة معاه، وبنتفائل بالحقيقة بجهوده في محافظة أسيوط، وإن شاء الله الخير يعم على إيده. إحنا زيارة يمكن الأساس كانت إن هي معرض ديارنا لصناع الأثاث بالتحديد في محافظة دمياط، وده إعلاء للأنشطة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي خاصة بعد فترة ركود لبعض المعارض اللي خاصة بالأثاث. لكن إن شاء الله بنفتح النهاردة المجال على معرض حوالي مساحته 2300 متر ل40 عارض في الإنتاج الموبيليا والمنتجات الخشبية، وده يمكن عشان الصعيد، سوق الصعيد محتاج هذه المنتجات، لان هو ما بيصنعهاش بنفسه. فاللي احنا بنعمله دلوقتي كتضامن ان احنا بنشجع صغار الصناع وبننقلهم للمحافظات اللي محتاجه، اللي بتطلب هذه المنتجات، مش بس في صناعه الاخشاب، في صناعه السجاد والكليم، في الصناعات الحرفيه، في المفروشات. ودي مهمتنا عشان نعلي قيمه العمل ونشجع مشروعات مدنيه الصغر، بنتيح اقراض، بنتيح اصول انتاجيه، بنتيح فرص تسويق، وان شاء الله ربنا يفتحها علينا في فرص تسويق خارجيه. وايضا الزياره هتشمل لقاء لجمعيات اهليه مشاركه في حياه كريمه، مش بس في محافظه اسيوط ولكن محافظة قنا وسوهاج. احنا بنحاول نشتغل دلوقتي جماعي، وبنحاول نعمل شبكات ما بين الجمعيات الأهلية وبعضها. العبء اللي على الدولة كبير فيما يخص تطوير الكرة المصرية، سيادة الرئيس أطلقها ووفر مبالغ مليارات كبيرة جدا ستصل إلى 500 مليار، فعلينا احنا كمسؤولين ان احنا نمد أيدينا مع بعضنا البعض ونساهم في هذه الجهود، وان احنا نعزز المنتجات انها تطلع في أسرع وقت بأحسن جودة لأهالينا في كافة ربوع مصر. أيضا احنا عندنا زيارة على هامش الزيارة، هنزور يعني بعض مؤسسات دور الرعاية الأيتام، لأن هتلقى منا برضو اهتمام خلال الفترة القادمة، مش بس علشان شهر إبريل بتاع الأيتام، علشان عايزين أماكن تليق بتنشئة ولادنا، ويعني إن احنا يساهموا كشركاء ويدمجوا في المجتمع هم الأيتام وذوي الإعاقة وأوائل آخره، لأن احنا بنحترم وضع ولادنا في المجتمع، وبنسألكم كإعلاميين تسوقوا هذه الرسالة لكل الفئات اللي الناس شايفاها أقل. هم ليسوا أقل، هم يعني احنا بندعو للمساواة بينهم ودمجهم في المجتمع عشان نقدر نحفظ كرامتهم ونعزز ونعظم قدراتهم ويبتدوا يشاركوا في عجلة الإنتاج في مصر. شكرا جزيلا. شكرا فندم.